الحياة الواقعية غالبا ما تكون الدرجات المدرسية غير مهمة على الإطلاق، فكم من الطلاب الذين لم يكونوا ناجحين جدا في المدرسة لكن انتهى بهم المطاف في منصب رائع أو في وضع رائع ضجة ممتعة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك، أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.